السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بسمو ولي عهد أبو ظبي. تحالف دعم الشرعية يعلن بدء ضربات جوية على صنعاء ويؤكد أن الأعمال العدائية للحوثيين تهديد للأمن والاستقرار الدولي. اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة تواصل الارتفاع وجرعات التحصين تتجاوز 54 مليون جرعة. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربا سموه لأخيه سمو ولي عهد أبو ظبي عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادا فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات يائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة، مما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وقد عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان. أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا اليوم بسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة. وعبر سمو وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية. وأكد الأمير فيصل بن فرحان تضامن المملكة الكامل ووقوفها التام مع الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشددا على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ. وتقدم سمو وزير الخارجية بالتعزية لأسر الضحايا ولدولة الإمارات حكومة وشعبا في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن الهجمات العدائية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه الميليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.
وأشار العميد المالكي إلى أن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة. وبين العميد المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديد هذه الميليشيا وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي. كما أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف البدء بضربات جوية في صنعاء مشيرة إلى استهدافها قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء، وأضافت بأنها ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه السلوكيات العدائية استجابة للتهديد وتحقيقا لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وبين التحالف أن القوات الجوية للتحالف تنفذ عملياتها على مدار 24 ساعة فوق العاصمة صنعاء، مطالبا الجميع بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصا على سلامتهم. في آخر إحصائيات فيروس كورونا بالمملكة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5505 إصابات، ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 620935 إصابة، كما سجلت 4349 حالة تعافي، ليصل عدد المتعافين إلى 569296، فيما ارتفعت الحالات الحرجة لتصل إلى 388 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة رحمهم الله. هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 54 مليون جرعة، والمحصنين بجرعتين بأكثر من 23 مليون و 474 ألف شخص، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من 25 مليون و210 آلاف من سكان المملكة. أعلن تطبيق توكلنا اليوم عن إتاحة إمكانية حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما، وأوضح خطوات وطريقة الحجز. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة إتاحة لقاح فيروس كورونا لتلك الفئة، وكانت الوزارة قد أكدت أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما، مشيرة إلى أنه تم إعطاؤها لخمسة مليون طفل حول العالم. بدأت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة تنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 من يناير الجاري، مشتملا على 4 محاور رئيسة تتضمن طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم. هذا وتواصل وزارة التعليم متابعتها للخطط التنفيذية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بجميع مناطق المملكة في 23 من يناير الجاري. أعلنت النيابة العامة رصدها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتج وتروج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات، وذلك بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية وانسياق أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة.
وأوضحت النيابة العامة أنها استدعتهم للتحقيق، وذلك للعمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم. وأكدت النيابة أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تطال كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة. وشددت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعا ونظاما. دعا مجلس الشورى إلى مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل، وطالب خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ هيئة تنظيم المياه والكهرباء بضرورة تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدم الخدمات الآخرين لتحقيق رضا المستهلكين. وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى وزارة الطاقة بدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة بناء على القيمة المتحققة ووضع الحلول للحد من المخالفات في نظام التجارة بالمنتجات البترولية. كما وافق أعضاء المجلس في قرار لهم على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة بتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص. أطلق برنامج سكن خدمة التملك الميسر والذي يستفيد منه 180 ألف أسرة جديدة خلال عام 2022، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية، وذلك لتسهيل تملك الأسر السعودية وتلبية احتياجاتهم ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع. تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، أعلن برنامج سكني عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية. والله الحمد، اليوم نتحدث عن خدمتنا لأكثر من 1,200,000 أسرة في جميع مناطق المملكة استفادت من مختلف الخيارات السكنية التي نوفرها، كان بينها 225,000 أسرة خلال العام المنصرم 2021، بينها أكثر من 182,000 أسرة سكنت فعليا في منازلها. العدد المتبقي فضل الخيارات الأخرى المتعددة التي نوفرها ما بين بناء ذاتي، ما بين وحدات تحت الإنشاء أو أراضي مجانية ضمن مخططات الوزارة. تستمر الوطنية للإسكان في تطوير ما يزيد عن 134,000 وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، والتي توفر أيضا جودة الحياة وبتصاميم عصرية وأسعار مناسبة في 7 ضواحي سكنية. اليوم أعلننا أيضا أنه للأربع سنوات القادمة سنقوم بضخ حوالي 154,000 وحدة سكنية لنصل بإذن الله تعالى إلى المعروض العقاري الذي نطمح له في الشركة الوطنية، وهو 300,000 وحدة سكنية مساهمة منا في زيادة المعروض العقاري، وبالتالي الوصول إلى نسبة تملك 70% في 2030. بكل تأكيد الوحدات السكنية اللي بنوفرها في مشاريعنا هي وحدات سكنية تتراوح ما بين الشقق أو التاون هاوسز أو الفلل، الأسعار تتراوح ما بين 300,000 ريال إلى حوالي مليون ريال. يستهدف برنامج سكني خلال العام الجاري 2022 تمكين 180 ألف أسرة جديدة من الاستفادة من خيارات وحلول سكني المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها خلال العام 2022. عبد الله الرويس، الرياض. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بعناوينها:
سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بسمو ولي عهد أبو ظبي. حلف دعم الشرعية يعلن بدء ضربات جوية على صنعاء ويؤكد أن الأعمال العدائية للحوثيين تهديد للأمن والاستقرار الدولي. اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة تواصل الارتفاع وجرعات التحصين تتجاوز 54 مليون جرعة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.